انا ما عنديش اسئله كتير، انا عندي الكاميرا نزلت صورت مع ناس في ارض الواقع. علشان انا ما اسالش الاسئله المعتاده المعلبه الموجوده على جوجل او على مواقع التواصل الاجتماعي. انا بطرح الاسئله من خلال اصحابها. هنشوف السؤال الاول او الملف الاول اللي هيجي على لسان ناس بسطاء غلابه اثناء رحله الضياع في بحيره المنزله. يعني وانا ماشي تهت، فوانا راجع شورت المركب علشان اساله نروح منين ونرجع طريق العوده ازاي. قابلنا المركب اللي هنشوفه دلوقتي وشوف الناس دول هيقولوا ايه. لقاء الصدفة والضياع في بحر الميدان في بحيرة المنزلة. كنا تايهين بالمركب بتاعنا واحنا جايين من منفذ الشيخ علي او من مواسير الشيخ علي اللي بيسموها، اللي المفروض تبقى ابو غاز، اللي صيادين مصر كلها في بحيرة المنزلة في 5 محافظات نفسهم وبيحلموا في يوم من الايام انها تتحول من 10 مواسير لابو غاز كامل بعرض كبير قوي. عرفنا بحضرتك يا حاج. فرح مرعي. اسمك ايه؟ فرح المتولي مرعي. فرح المتولي مرعي. عمرك كم سنة يا حاج؟ أنا 75. 75. بتشتغل صياد من كم سنة؟ كم سنة؟ 15 سنة. أنت بتشتغل صياد من 15 سنة؟ عمرك 15 سنة، يعني من 60 سنة وأنت صياد. أيوه. طيب البحيرة أخبارها إيه؟ مزعلك ليه الأيام دي؟ مزعلني؟ نبيش بغاز يا باشا ولا حاجة. إيه؟ نبيش بغاز يجيب سمك. مفيش بغاز يجيب سمك. أه. يعني البحيرة خيرها قليل دلوقتي. أيوه خيرها قليل خالص. كنت زمان بتصطاد كم كيلو في الطلعة أو في اليوم؟ بناخد مثلا 30 25 سمك بوري بقى وسمك كبير. دلوقتي قد ايه؟ دلوقتي بنشتغل على العصفر. على العصفر؟ ايوه. بتعمل بقى ايه ده؟ ما العصفر ده غلط انك تصطاده. ليه؟ هو ما بيكبرش عن كده. اللي هو بتسموه الاخضر. لا لا لا، عصفر جرام. حتى لو كبرت جرام تبقى كده بس. كده بس. عصفر حجمها كده. يعني البوري بيكبر. ما عدتوش بتلاقوا بوري الوقت؟ لا لا لا. وده اللي رافع سعره يعني؟ طبيعي. رافع سعره. اي سلعه بتكبر ب 25 بتبقى رخيصه. يسد كل شيء، يعني سد بوري، سد اروس، سد اي حاجه تيجي عليه يسد. الوقت ما عندناش بنشوف حاجه من ده. عرفني بقى بحضرتك. السيد مرعي. السيد مرعي. ده انتوا عيله بقى؟ ما احنا اخوات. انتوا اخوات. عمرك كم سنه يا حاج سيد؟ انا عمري 61. 61 سنة. بتشتغل صياد برضو بقالك كم سنة؟ يعني من سن 16 سنة انا بشتغل. السكن بتاعكم فين؟ انتوا مقيمين فين؟ يعني انتوا من شطة؟ من شطة اساسا يعني. ابا عن جدا من شطة. من شطة. بتقول لي بقى الغزل ده قصته ايه؟ يصطاد كل حاجة. يصطاد عصفر ويصطاد طبار ويصطاد جرار بتاع قطع ويصطاد بوري، يعني اي سمك يجي عليه يجيب. وغطيان لا لا، الغطيان ده غاز. احنا عندنا الغاز بتاع الغطيان بقالنا 4 سنين مسرحنا بقى. لان البحار زي ما انت شايف نظامها كده وسخ، والغطا دي لازم بيجي. يعني ايه وسخ؟ يعني ايه وسخ؟ لا غلط. الغلط يعني اللي انت يمكن شفته في المطارات. الغلط ده ما بيجي في بحيره الغطا ده ما يسكنش فيها، لان الغطا ده عايز ارض رمله. انت تقصد الغلط يعني الحاجات اللي هي طالعه، الزرع اللي طالع في بطن في بطن البحيره ده. بيعك الغاز. بيعك الغاز ما يجيبش سمك. وبعدين الغطا دي يعني سمك رملي، يعني اللي هو سمك سمكه موسى دي اللي هي هو دي. الاول بقى البغاز يطلع يجي البحيره كلها نظيفه، ارض بيضة، يعني الارض دي انت لها بيضة زي دي كده. فالغطا ده يلزق ينام فيه وهو صغير كده، حيث لما يكبر كده لما يبطرخ، حيث لما يبطرخ ويجي عليه في شهر 12 يمشي يبيض بقى لا لا، بيبيض في بحر المالح بقى. يعني هو بيبيض في المالح وبعدين يجيب عياله تاني ويجي مع المد والجزر. يطلع فعاد ما عادش بيطلع البحر بقاله سنتين ثلاثة. يعني ما عادش بيطلع سنتين ثلاثة. ما انتوش لاقيين سمك موسى في بحيرة المنزلة. الغطيان دي بالذات. الغطيان بالذات لغاية الكابوريا كانت بتطلع، ما عادش بتطلع خالص كمان. والبوري ده ما فيش حاجة خالص. طيب انتوا من وجهة نظركم ايه اللي ينمي البحيرة دي ويخلي الخير يرجع لها تاني يا حاج؟ انت حضرتك اسمك ايه؟ سعد مسعد مرعي. يا اهلا وسهلا. اخوهم برضه. عمرك كم سنة؟ عمري 70 سنة. 70 سنة.
يعني الحج هو الاكبر وبعدين حضرتك وبعدين الحج سيد. ده عمنا ده. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بك. يعني مواسير الشيخ علي دي تتشال وتبقى ابو غاز. الميه تمشي بقى لو مغزى الوسخ ده قدامه بحر لما حته نوصل الميدان. يجي قدامه كنال لحد ما يوصل لبحر الميدان بره الشيخ علي. زي غزل قدامه ولا حد يشتغل بالزراعه يجيب الزراعه اللي طلعها دي انها تنتج بقى. زي الكنال اللي بتعمله الوزاره دلوقتي من بغاز الصفاره لحد البحر برضه. ايوه بقول له على الناس هو ده يغذي كله يغذي. لو هنا بس هنا احسن بقى. من هنا احسن. هيرمي هنا فاحنا عايزين بقى سيادتك ناس يعني مسطحات اللي على دي هنا تبقى على البغاز هناك بتاع الكوبري بتاع البغداد عشان في حرم مناصر بتطلع يعني الاسبوع اللي فات ده اخدنا غزل اخواتي. ده زي والله ده حراميه معاهم سلاح ومعاهم مكان 85 جايين منين دول؟ ما نعرفش. الشبول هو الخط دول كله في حراميه. الشبول الجماليه مناصر بقى معاهم سلاح. يعني ايه مناصر؟ بلطجيه يعني عاملين بلطجيه. زي ما بنقول بالعربي شيخ منصر يعني. ايوه بالظبط. معاهم مكان سريع ويجي عليك لو كلمت يقتلك برضه وياخد الحاجه. والله يعني الاسبوع اللي فات ده والله لغايه الاكل بتاعهم اخدوه منهم. شوف لدرجه ايه البطاطين معاهم بطاطين لو ناموا ولا حاجه تغطبهم اخدوهم منهم. المتر اللي زي دي اخدوه حاجه يعني ملهاش قيمه. اللي بتمشيك في البحر اللي بجرب العده دي شالوها زي ما هي كده خدوها برضه. لا اله الا الله. يعني ماشيين على كده. ما طب ودول ممكن شرطة المسطحات تصطادهم فين يعني؟ تصطادهم هم عارفينه. هم لهم أفاكر وشوفوا كل بلد عارفة الحرام اللي فيها. يعني هم لو في الشبول مثلا حرامية لو يبلغوا عليهم طبعا الحكومة هتجيبهم. أكيد الشبول دي يعني معظمها ناس محترمين. فيهم لا مش كله بقى يعني في ناس حلوة وناس وحشة. ما أنا بقول يعني هم دايما الوحش قليل. الوحش قليل. الوحش قليل كتير. نعم. طبيعي. يعني إذا ممكن أهل الشبول يعرفوا أو يلموا الناس اللي هي الخارجة عن القانون دي. بالظبط كده. دول قليلين أكيد يتلموا يعني. قليلين يتلموا.